وكنت بقول لك الناس دايما دايما هتفضل تتساءل، يا جماعه الارقام اللي بتقولوها احنا مصدقينها وعارفينها وواثقين فيها وفرحانين، عارف كده على راي الانجليزي يقول لك واتس ان ات فور مي، انا بقى فين؟ انت عايز فلوس؟ يقول لك لا بس رخص لي الحاجه، انا مش فارق معايا تزود لي المرتب، عارف لو حاجه رخصت انا 100 فل و14. واحنا بنتكلم قلت وانا كمان ليا قول في السياحه. اكيد. حلو. نبتدي بالسياحه ولا نبتدي بال اللي انت عايزه؟ انا احب اكرم الضيوف. طب احنا نبتدي بالنقطه بتاعه السياحه على اساس ان زميلي استاذ محمد صابر كان بيتكلم فيها قبل الفاصل. ايه اللي يخلي السياحه في مصر مجال قوي في المستقبل؟ احنا ماشيين بخطه كويسه جدا، عايزين نوصل لرقم كبير جدا 30 مليون سايح. طب احنا هنوصل لده ازاي؟ في بعض الخطط اتحطت عشان نوصل للرقم ده بشكل يعني نقدر نقول مرحلي، ان احنا مثلا هنزود البنيه التحتيه الخاصه بالسياحه زي مثلا الفنادق، ساعات المطارات، اللي هنطور المقاصد السياحيه، هنعمل تطويرات مثلا في تدريب العماله او بخلاف كده من الامور. طبعا احنا عندنا تحديات تانية برضو في السياحه، بنشتغل على السياحه بشكل مرحلي. اللي شايفه في القطاع ان احنا عشان نعمل كل طموحاتنا دي عشان نزود البنيه التحتيه ونزود حجم ساعات المطارات ونطور المقاصد، كل ده لازم يدخل القطاع الخاص بقوه. القطاع الخاص في المجال السياحي في مصر هو قطاع قوي، لكن محتاج دفعه اكبر بكتير. ليه؟ عشان اقدر ان انا اسوق مقصد سياحي ملائم للسائح. يعني احنا كنا بنتكلم في الفاصل وقلنا ان احنا عندنا هنا مقومات مش موجوده عند دول كتيره في المنطقه حوالينا. محتاج لتسويق، محدش انا مش مستني اسوق الهرم ولا الاقصر ولا اسوان ولا البحر الاحمر ولا شرم الشيخ ولا سيو، العالم عارفهم ويكاد يكون عارفهم اكتر مني. والعالم متشوق ان هو يجي لهم. حلو. واحنا لما بنروح الاهرامات بنشوف السائح اول ما بيشوف الهرم الكاميرا بتطلع عشان يصوروا من كتر ان هو انتظروا سنين عشان طبعا يشوف المكان الرائع ده. حلو. بس المكان الرائع ده زي ما احنا عارفين وزي ما احنا بنشوف بيشوهوا بعض السلوكيات الخطا، بيشوهوا بعض من عدم التنظيم، بيشوهوا ان الفندق بجايز يكون بعيد شويه عن مكان النزيل او السائح اللي هو مشرفنا في مصر. كل دي حاجات احنا المفروض نشتغل عليها بشكل تكاملي عشان في الاخر بشتغل على حاجه اسمها تجربه السائح. السائح نفسه لما يحس ان المقصد ده مرحب بيه، وعلى فكره احنا شعب مرحب جدا، احنا بخلاف شعوب في المنطقه، يعني في شعوب في المنطقه بتبقى عنيفه جدا مع السائحين. صحيح. على العكس هنا الشعب المصري بطبيعته ومعروف ودود جدا، محب جدا للسائح. ان حتى لما بنشوف اللي هم المؤثرين اللي بيبقوا على وسائل التواصل الاجتماعي اللي هم بيبقوا اجانب وبيبقوا من اوروبا الغربيه ومن امريكا، بيشكروا جدا في التعامل مع الشعب المصري. صح. لكن الحاجات اللي نقدر نقول الرتوش الصغيره دي هي اللي بتصنع فارق كبير جدا جدا، ودي حتى بحكم قوانين التسويق، ان العميل غير راضي بيعمل سمعه أسوأ بكتير من عميل راضي بيحاول يوصل التجربه الجيده بتاعته. هنشتغل عليها بشكل مرحلي، نتمنى ان هو يكون جزء من التطوير الاقتصادي اللي الدوله ماشيه فيه، ان هي تستكمل فعلا تقويه نقدر نقول المنظومه الحاكمه للقطاع السياحي بشكل كامل.